ومن دخله كان آمنا، إنه إعلام رباني لكل إنسان يريد أن يقصد هذا البيت في أي زمان أو مكان، أن الله عز وجل خص هذا المكان أن جعله آمنا شرعيا، ومن مقتضى أن جعله آمنا شرعيا استفادة أمنه قدريا بتعظيمه في قلوب العباد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولاحظوا في قوله ومن دخله، ولم يبين عموم القرب منه، بل بين الدخول ومن دخله، ثم جاءت كان، وتأملوها في اللغة، ومن دخله كان آمنا، فأطلق الأمن هنا ليشمل له كل خير فيه.